نحن حولكم. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أجو باش نخرجكم معايا، نحب نسألكم، برغم أنه أني عندي فيديو بتاع روتين مصورته من نهار السبت، نعرف برشا منكم قولوا لي ديما سيرين خلينا الفيديوهات وراء بعضهم ما تمشيش بينا هيك وبعد ترجع بينا بالتوالي، اما مجبوره اني نحط لكم فيديو اليوم. علاش؟ على خاطر باش نمشي نختار الفايونس ونختار السيراميك نتاع الكوجينه. بجاه ربي للي باش تقول لي انت كل يوم عبدتنا بالكوجينه تخرج من الفيديو ما غير ما تتفرج ولا تسمعني انا شنو نقول. والناس اللي تحبني وتلوج على راحتي وتحب تعاوني بابسط حاجه تقعد معايا الفيديو وتشوف معايا الموديلات اللي فما، خاطر ريتو المره اللي فاتت صورت لكم الفايونس، كيف مشيت المره هذه لقيت برشا موديلات زادت جديده. وقت اللي مشيت المره اللي فاتت باش ناخذ الفايونس والله لا عندي حتى فكره شو باش نعمل لون كوجينه ولا الميبل، اما توا يعني للنجار سي يعني قلت له اعمل لي ابيض، مش نقولكم اني شنو اخترت لون الكوجينه، باش نعملها بيضه وباش ندخل عليها الجري. علاش باش ندخل عليها الجري؟ اني يعني ملول في بالي باش ندخل عليها كيما اللون نتاع الموبل، معناها ما هكا اللوح هكا جريج ولا بيج ولا مارون حاصيلو كيما هكا. راجلي يحب الكوجينه الجري، باش قولوا لي انت معناها الكوجينه هذه، بسم الله الكوجينه هذه اللي كنتي معناها وكل شيء نورمال انت تختاري كل، يعني ما نصورش اني فما امراه ما تاخذش راي راجلها ولا ما تمشيش برايو. الدار هذه داري اني وراجلي، معناها الكوجينه كيما بتبان كيما صاله في كل حاجه. راجلي تقريبا معناها يسالني على رايي الحقيقه، برشا حاجات في داري اخترتهم اني وكل زاده كيف نمشي معاه برايو. هو يحب على الجري في الكوجينه، راجلي موت على الجري، يحب الجري، نحسه هكا لون كئيب، عرفتو كل هي تحسه يدلك على دنيا مغيمه حاجه كما كيك. ما نحبش الجري، ما نحبش نعملها كل الجري، ما نعملهاش كل الجري، باش نعمل بيضه. اني الابيض يعجبني حتى في كوجينتي القديمه يعجبني، اما نحسه ما فيش يروح هكا الابيض، معناها لازم باش ندخل عليه حاجه. هذاك علاش حابه ندخل عليه لون اخر، ما نعملش كل شيء في الابيض، لا ندخل عليه كل لون اخر، يا اما بيج يا اما جري. مادام راجلي يحب جري اخترنا الجري وسيم. انا عطيت النجار قلت له يعملها لي في الابيض. راي شوفوا الكوجينه كل بيضه، كانك اللقجره هكومه اللي يجي مثال تحت الغاز، ولا يعني هيك مثال منعش اني باش نعمل كنيش ولا لا حصير، مازلت ما نعرفش المارو مازال ما بداش يحضر فيه، معناها باش يجيب لي الكادر وكل شيء تاع الكوجينه، والمارو مازلت معناها باش نشوف نعمل نيش ما نعملش حصيره، باش ندخل عليه لون الجري. هذاك علاش يعني المره هذيك باش نمشي نختار الفايونس، باش نختار على قاعده نجي نصبوا قهوتنا. بربي اني خذاني لحديد حصيله عملتني تبخيره ما نحكي لكم، مش حصيله والله العظيم نفسيتي ما نحكي لكم. والله تعرفوا البارح احد واليوم احد ما عملت حتى شيء في الدار، صدقوني حتى شيء، كي تبدا كيس ما غسلتوش، خذينا من برا شرينا من برا، مع انه صغاري مرضى يعني ما نعرفش مرضى كل شيء، مش حاليلي حتى شيء، وما اللي نجم نقضي اللي نجم نعمل حد شيء. اكيد كل ام تعرف كي صغيرها يمرض كيفاش. والله لا عملت حد شيء في الدار، ما عينتيش باش نعمل حتى شيء، لا تطيب لا غسيل معون لا حتى شيء. سيرو قلت خلي نعمل تبخيره هيك نحسها تفرهدني، واكيد داني ما نجيب لكمش الطاقه السلبيه، نجيب لكم كلمه الطاقه الايجابيه. نضحك كلمه الطاقه ايجابيه وطاقه سلبيه، اما بالحق والله اني ريتو في نهاري يعلم بيا كان ربي اصلا كيفاش، اما نجيكم والله نجيكم نضحك نلعب ننسى والله. شفتوا كنحل الكاميرا ننسى همومي والله. شايفه في القهوه حسيلو تهبل القهوه عملتها صفاء، بوسه كبيره تهبل القهوه يا صفاء تهبل. عرفتوا لبناتك قويه، يعني مش شكل القهوه الخفيفه مثل يعني الحقيقة القهوة كي نعملها نعمل فيها برشا فايح وتبدا خفيفة، ما ذي قهوة عملتها صافية يعني حتى ما حكيلكمش. ما حطيتش فيها السكر، الله على وكر. هزوا شوية هيك للبيت خلي
يكمل لذين ونرجع لكم. كما قلت لكم يعني ساي استقريت على انه الكوجينة نعملها بيضة وندخل عليها كولور جري، وهوكا كما تعرفوني اني نحبك الديكور التركي ونحبك الستيل هكا، يعني الالوان الروز الفاتح هكا الالوان هكية نموت عليها. يعني كي تبدا الكوجينة بيضة وجري نجم ندخل عليها الالوان الكل، معناها مثال نجيكم عرفتوا كي نبدل الديكور ونبدل ريدو والكوجينة وكل نقش عليها بدلت الكوجينة الكل، كي نبدل الريدوات كي نبدل الزرابي كي نبدل الديكور اللي حطته على الرخامة كل شيء نحس الكوجينة كل تبدلت. مثال مرة نعمل في الروز، مرة نعمل في الجون، مرة نعمل ندخل عليه مثال الفير، ندخل عليه هيك اي كولور نحبه يمشي معها الكوجينة كي تبدأ في الالوان هذه. هذاك علاش مانا قررت ساي نعملها بيضة، خاطر فما شكون منكم قلتولي الكوجينة بتاعك كانت بيضة، كنتي باش تعمل بيضة شنو التغيير اللي انتي عملته؟ الحقيقة نعرفش انا عجبتني هيكاك ونحس روحي مش باش يجي نهار ونقلق منها، اما الالوان الاخرين كل باش يجي نهار وتقلق فهمتو. حاسيلو باش نهزكم اني تو اني سايرة اني روحت ونعملكم في المقدمة هذه. بعد ما روحت اخترت ساي الباركي واخترت الفايونس. الفايونس ما زلت حايرة ما بين الابيض وما بين الجري، مش قولكم علاش ما حبيتش نعمل الفايونس ابيض، علاش برغم انه اني الموديلات اللي عجبتني في الابيض تهبل. لو كان تشوفوهم معايا افتوك الحق تهزك العالم ما خلقه بالحق، يعطيك الصحه يا صفي. عاد قلت لكم ما حبيتش نعمل فايونس ابيض خاطر الكوجينة بيضة، قلت باش الكوجينة بيضة وفايونس أبيض يعني بالحق باش تبدا هيك حتى فايونس ما فيش يروح هيك، ما فماش حاجة هيك تحيي الكوجينة، كل شيء في الأبيض أبيض 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 يعني أبيض سادة ما في حتى شيء، ما فماش هيك كل تحس هيك حية الكوجينة فيها روح هيك وكل شيء. هذاك علاش حرت ما بين اني نعمل الابيض اكل وريته لكم اول فيديو وقت مش نخترنا فيه للكوجينة، ممكن تحسوا ممكن لاصقين في بعضهم قش عليهم هكا، وحاجة هكا يعني الفيونسة هكا صغيرة تلصق في بعضها قش عليها ما عادش حاصلوا كيفاش نفسر لكم، اكيد ذكرتوا الفيديو. هذاك حسيته يلم برشا لوسخ صراحة، يلم برشا لوسخ يعني كله جوانيتك وكله يعني كي بشي تبدا تحك بصراحة يعني فيه هرجة. نحب ناخو كعبة فيونس كبيرة على الأقل معناها كي تجي تحكها تبدا سهلة عندك. أما الكولور يا أما ناخو أبيض، تنوريه لكم الفيونس اللي أنا عجبتني مزيانة على الأخر السيلة متاحة، أما بصراحة تجي على كوجينة هيك تبدا بيج مارون معرفش نوار هيك، وجينا بيضة فيونس أبيض كيفاش باش تكون هكا كلي أبيض في أبيض نعش حصيله ب. فما زيدا الفيونس اللي قلت لكم عجبني واللي يعجب راجلي زيدا في الجري، ديجا ديما تقولوا لي خذ راي راجلك راهو عنده ذوق، هاكا نمشي معاكم مش نمشي على ذوق شكري. واول حاجه خاطر هو عنده يعني معرفه بالحاجات اللي طالعه كل شيء، زيدا كيما قلت لكم اني نحب معناها نشارك راجلي في كل شيء صحيح هي الكوجينة ليا اني، اما هيك يعني ما نحبش نمشي براي اني نحب لحم نعمل حمرة، اني نحب الاخضر نعمل خضرة، لا ناخو راي يعني هو شنو يحبو اني شنو نحبو ونعملو ميلونج بينات بعضها هكا. هو ضي شنو ما بين الباركي ساي اخترتو نورمالمون هذاك اللي باش ناخذو في الجري وماهوش غامق يعني ما يظهرش لوسخ، تشوفوه زيدا معايا في الفيديو هذاك اللي اخترتو ساي. وما زلت كان في الفايونس هكا عطيوني رايكم. مشيت زادا لهنية عنا قريت لهنية بيع الالكتروميناجي، مشيت نعمل طلة زادا على الفريجيديرات وكل مش على الفريجيديرات، الفريجيدير مازال مش تو باش نعملو، الفريجيدير اللي عجبني تخيلو نتوما قداش فيه هكا هو كبير يهبل الحقيقة، اصلا تحسو مقازان مش فريجيدير، بستة ملايين وثمانية مية هكاك، والله ستة ملايين وثمانية مية فريجيدير.
ما حطيته على جنب، حصيله وقت اللي ربي سهل، تو ناخو حاجة معناها باهية وكهو. أما في الوقت الحاضر الفريجيدير باش يقعد، الفريجيدير اللي عندي خاطر هو لاباس عليه في الوقت الحاضر، لاباس عليه إن شاء الله يقعد لاباس عليه. لاباس عليه معناها مش مشكل، حتى لو كان كوزينة جديدة وفريجيدير هكاك مش مشكل، معناها الحمد لله ربي خير من بلاش. بالحق الحمد لله اني ما كنتش نحلم بالحاجات اللي نعرف فيهم تو، بالحق ما كنتش نحلم بيهم، سبحان الله ربي سهلها وان شاء الله يا ربي تكمل معايا للاخر. تعرفوا معناها مش سهل جملة انك تحلم برمة، خاصة مكش مبرمج لها. يعني تو نقول لكم على المصاريف قداش تكلفت الكوجينة بصراحة، يعني 7 سنين تالي نتصور تبني دار يعني، والله العظيم لا علينا. مشيت زادة عملت طلع على غسالة الماعون، زادة غسلت الماعون، زادة تظلمت بسومها الحقيقة. أما الحقيقة معناها حطيت شنو باش ناخو، المارك متاعها يعني الطيارة، وقيتها مليون و900 حاجة كيك. أنا يعني بصراحة مليون خصام ماكينات الماعون زون مليون مليون وشوية كيك، لقيتها مليون و900 يعني تقريبا زون ملاك. كهو وضعي شنو عملت دورتي اليوم. روحت مظلومة للدار. الحمد لله. كهو مش تقولوا تتشكى وتتبكى، وكما نعرف عاد التعليقات انا كنت تتشكى وتتبكى عادي، معناها نحكي لكم على سوام خاطر مش باش نجي نقول لكم ايه غسلت معوز زمنيه رخيصه رخيصه على الاخر الحقيقه. بالحق فما ناس تحب توري انه الحاجه هذيك معناها رخيصه، تقول معناها الفلوس جايبتها من درام منين، ماني اني لا اني حاجه غاليه نحسها غاليه، حاجه رخيصه نحسها رخيصه. اما لازمه بصراحه نحب ناخذ حاجه المارك متاعها باهية وتقعد معايا على طول، مش باش ناخد حاجة معناها المارك متاعها مش معروفة لا. وبالنسبة لدى البلاك نحب تعطيوني رايكم، ناخذ نوار ولا ناخذ اينوكس؟ البلاك اني باش ناخذ يعني بخمسة كوانن، علاش اخترت كيك؟ مش باش نحط البلاك اللي عندي، برغم البلاك اللي عندي لابس عليه راهو، اما مش باش نحطه خاطر في الكوجينه يعني خذالي القياس نتاع الغاز الكبير، وزيد بالشكل القزره اللي يجيو تحت الغاز هكوما اكيد راكم برشا عاملينهم، كي يبدا البلاك يجي تحت وقد قد يجيو القزره، خاطر الفور مش باش نحطه تحت البلاك، باش نعمل اقزره باش القزره هكوما يجيو واسعين ونعمل منه ومنك نتاع الحواور وكل شيء. يولي البلاك نتاع 5 اكوان خير من 4 اكوان، 4 اكوان يعني 60 سنتي صغير، انا يعني عملت نتاع 90 سنتي. وكهو هذا شنو باش نسالكم بخصوص الفايونس وبخصوص البلاك، ناخذ نوار والا اينوكس عادي كما اللي عندي؟ البلاك النوار الحقيقه تحفونين على الاخر، ومشكورين اصلا اني عندي شكون في عيلتي واخدينه وشكروا لي فيه على الاخر، فما شكون في الكومنتات ريتكم ما شكر ما شكرتو ليش. وكهو حسيت راسي وجعني اكيد، حتى نتوما متاكده راكم كيف راكم تقولوا قداش تحكي. كما قلت لكم هيقولوا لي يزي من الحديث واي هزنا ورينا الفيونس. تعرفوا والله خليتها المقدمه، كنت نجم القصه في المونتاج عادي، معناها كيفاش اني هيك مهمومه وعرفتوا كل حاجه نخمم فيها، اما والله شيء حبيت نخليه المقدمه هذيك خاطر اللي نحس فيه اني وقت اللي نحكي ما يعني نعرفه كان اني فهمتوا. خليها هيك باش شهر شهرين نرجع للايامات هذوما ونقعد نضحك على روحي والله. الحاجات عظيمة بالحق تقعد تذكرهم عرفتوا، من بعد شهر ولا شهرين نرجع لهم ونقعد نتفرج نقول شوف كيفاش كنت نخمم، شوف كيفاش شوف كيفاش، خاطر عرفتوا حتى لو كانت تبدا انت الامور مسهله ديما المخ يخدم، بتاع اي حد فينا ديما كي تبدا عنده حاجه بقلقته ديما يبدا يتخمم فيها وديما تحسه يحكي عليها. حسيرو ربي سهل وان شاء الله ما تقلقوش مني وكاو، وما تقلقوش ما تقولوش سيرين تتشكى، ما والله شيء بالعكس كيما قلت لكم فرحتي ما نعطاها لحد احد، بالحق فرحانه على الاخر معناها خاصه انه اني نشارك معاكم في حاجات كي هيك، تغيير جو تغيير روتين تغيير محتوى تغيير برشا حاجات، اني والله فرحانه انه برشا حاجات عملتها معاكم على خاطر فيها تغيير ليا وتغيير للقناه وكل شيء، معناها الواحد قداش باش يقعد يطيب ويقضي في نفس الدوره، اما كي تبدا تطور من روحك وتبدا تجدد وتبدا هكا برشا حاجات تزيد فيهم، ما احلاك تشاركهم مع الناس ياخذوا فكره وانت تاخذ فكره منهم، كيف ما اني بالحق برشا حاجات انتوما اللي اعطيتوني برشا افكار وبرشا نصايح، ربي يخليكم ليا ان شاء الله وربي يبارك لكم.
كيما اليوم زادا محتاجة لكم ومحتاجة لرايكم في حكاية الفايونس، لاني البنات في ترفر هكا قاعدة نوريكم في الحوانت متاع ترفر، ريتو ما شاء الله تروحو حوانت وجايبين برشا سلعة معناها جديدة. لاني اول بلاصة باش نمشيولها باش نمشيو الحانوت اللي بحدا داري اللي يبيع الفايونس هذايا بحدا دارية، اما اللي في اخر ترفر تنوريهم لكم نوريهولكم معناها منين يبدا. محمي هذايا شكري. فايونس ولا اما كريم مزين هذا كريم عطا الله اما بيج عاد هذا محلية زدوي مريني هذا مريني شي هذا شو؟ مريني هبش هضم مع الفيديو ولا همش بالحق خاطر بكينوش محليهم اما هضم هيك تحس لي فيه متاعها يعني على البيج كنش دخلوا على معاه المارون مزين هذا ما لهاش شري يبيع لنا مزينة هذي ما بيش خسارة هذا القاع بيه تخرج عليها مزينة مسكين هذا مش فيه كل بيج تحسهم بيج كل على الكريم ريت حسن نتاع كوجينا ريت فيها هذي بريد وتفاحة اما كريم محليها ضي اما مسي مسي تجي نهار ويوفا ريتو حليه لا لحظة بلي خرجوا خرجوا مزيانة الله مزيانة اما يجي نهار تقلق منها عرفتي نحب كعضاك عجبني دامر هذا يكلك ربيض هذا واني نحب نبعد شوية على الربيض هكا ليش ها غير خام اكحالي محلية الله يتحزم الخامة لازم الكل لهم هكيك الله يسعد مشتي كلهم لازم على الخامة هذا كيف سبع مشتي امشي هذا في البيج هذا مزيان شوفوا هذيك حسوا هكا على القري يعني ماذا بين دخل معاها القري هذوما زيداني عجبوني شوفوا هذوما محليهم هذوما اللي فات ريتهم عجبوني على الاخر هذه زيدا مع اما المشكله ما تحسها تعمل تلم له سخ معناها هذه كل شيء هذه محليه هذه مزيانه هذه زينة على الأخر هذه أحلى واحدة ظهالي أحسن واحد فيهم هو هذا لكحل يخرج عليها ولا هذا مش متاع كوجينة متاع كوجينة فما في البيج اش معناها بيه هي اش معناها مقوسة ما فيش تحطك المعاون هاي ميسيرش هي هذا مزيان اما المشكله هو رخام اكحل مع رخام اكحل مش باش يضر اما مزيان زين هذا لينوكس انتما اللي قلتوا لي ما تعملش لينوكس خاطر يشب بين حبيت نعمل لينوكس 245 لينوكس المشكله ما نصحونيش بيه الكل قالوا لي يشب
شي الكركي ابيض في قري ونعمل باركي قري مزيان هذا يشوف في فوق بعضهم عادي فما هذا الصادف فما هذا هيك معمولين هيك شوف محلاها زيد هيك يا قري مزيانة هيك مزيانة احنا ما هو بيضة باش ندخلوا عليه القري ظهلي شكري مزيانة يا بوندا هيك هذه مزيانة ما هات محجر تحسه خصوصا متاع اللوطة محلية هذا يا شكري مش قلت انت تحب على القرية ازوز فيها كل هادي قلت لك عليه المرة اللي فاتت قلت لك كاتين فوق بعضها مزيون ونحزموا بها نعملوها ولا لبي خير اعطيوني رايكم ما بين القري هذا يا شكري اختير القري هذا عجبو الحقيقه حتىني عجبني معناها المره هذه عجبني هيك تحس فيه زادة هيك معش كيما زينه كان منعرفش كان هي باينه ولا تحسها قش عليها تقش عليهم كل هذوكم في الابيض اما هذوكم راهم زينه هيك تحسها طالعه شويه معش كيفاش نوصفها لكم والا هذا يا هذوما شوف هذا شكليكم والا هذا اني عجبني هذا على الاخر هذا الابيض كيما الرخام اما كيما قلت لكم اني حبيت نبعد شويه على البلون خاطر الكوجينه بيضة اعطوني رايكم يا اما الجري هذاك وابلا الابيض هذا اللي فيها هيك زينه ايش رايكم اني تصور الجري خير على خاطر الجري ما يظهرش لوسخ هذا الابيض ممكن يظهر لوسخ وحتى كزينه اللي فيه نتصور تشد هيك لوسخ خاصه انك الفوق الغاز ولا حاجه واحلى فيه هو لمحال البنات راهو نفس السوم عاملين بروموسيون قال بثمانين دينار لكلهم اني المره اللي فاتت عجبني هذايا هيك اللي فيه هيك نخش عليه هيك رخام كيفاش اما باش نبعد عليه باش نبعد على الغامق حاصلو باش نختار فاتح كيما قلتولي اعطيني رايكم يا اما الجري يا اما الابيض باش نمشي على تعليقاتكم يا اما واحد يا اما اثنين كمان واحد يحير ولا انت يا شكري زاد عجبك هذا سلو فما هذا فما هذا كاتني رايكم في بيناتهم الزوز هذا يا ما عادش منه اوكي هذا ما ياكل ميزي مدريت هذا ما ياكل ميزي هذا موجود هذا كمان موجود هذا ديكور 85 و 80 انا عاملين فيه بروموسيون كلها كثر ما طول اليوم 85 ديكور 80 كوجينا كوجينا هيك مزيان نمشي على ذوقك همش باش نفرض راي اخر قرار عسيلو هاوكا احنا نزيد نشوفو انتم عطوني رايكم بين هذا وما بين هكاياك الابيض اللي يبدا بال لحظه نزيد نوريه لكم الابيض هذا هذا اما خير عطوني رايكم هذا ولا الاخر ما ديجا نفس السوم معناه هذا تحسه كيما الرخام في ضربات رخام وترك الزينه اللي فيها ولا الاخر هاي انا نشوف باركيه ولا السيراميك
شنو غريزه هذا؟ غريزه هذا؟ الغامق يظهر الغامق حتى الكلاس تخليه لابن صدر خليش من برشة لاخر ما يتوفاش لموستو عرفته ما توفاش موستو لازم عاد كيما الفايونس يعني نفس الكولير ما تحبوا نفس الفايونس انت انا هيك نفس الكولير اللي احنا باش ناخذوه حسيته هذا هيك صحيح شي تعب في الخدمة اما مضخم ثاني وقتاش نبدا وقتاش نكمل الكعب وزو مصغر شو زينو بالله شو محليها ما ظنو شو اوكي والله مزين نحسه مضخم التركيب ما هو التركيب ما انت علينا تاخذ كعبة كبيرة باش في ساعة تركب ما قصد هذا وماجد الكبير نقوس هكا راسه مش هو ما اسمه نقوس اما كي يتخزن يتقوس مات ولا؟ مات وحش اي يظهر ما قلت المات مش باه زين مات مات مش مات والله اللي فوق كيجي في الاكحة الاسماء والله انا شبه اللوطاني شكرا شنو هي هذيك قال هيك الوسطى هذيك في تحط فيها الحكاكي اوبسيون مزيان شيء اصفر لبث مزيان زيت اما يجينا من لبث نقلبو احنا كنا على يجي نشوف الباركي اخي هذاك اللي اخترناه وين هو الباركي ما عندكش انت عندي صغار مارون في مالفتح هذا قري غامق هذا حسب رأيك مظهرش وسخار هذا سمت امشي امشي يهبر امشي هذا لا امشي شوف اللي تحتهم كل مارون ولا بيج أضي وظهر له صخ على الأخر مزين هو ما ظهر التفش هي هي أنا هو التركيز طيب هي مزينة
هي الكحل هكا. ترى تنجم تحلوها. اوزر ماركتو مبلون. هذا وضعي ثم لي نفس الماركة. مبلون. ما نصورش مشكورة يعني الماركة ولا قديش ستملي وسبعة حتى هو يقتل ستملي وسبعة سبعة ملايين وبر فيه متاع المية ترى حلو شكري هذي كونجيلاتور زعما كونجيلاتور محليها لا لا هذه الفريجيدير والاخرى الكونجيلاتور مش اربع افراد تابع بعض زين يهبل كبير قطط تبيع العجينة تبيع الغصب هذه شنية الجي هيك هي من مو هي خفة مكعب بركة يا محلي هواسعة هذي شو قالوا أرضى ستين سنة حتى هي زوزمين ستمية زوزمين ستمية سيرا مش أرضى ستين سنة ريت معي لازم نشري باش يعرف القياس هيد ستين سنت ستين سنت شوف هذي بقد ايه تسمين ستمين سنت هاي زعم زاد حتى الفور ما عنديش فكرة فور فما هيك كان دي 738 ديكو تستعمل هيك قد هيك ولا اكبر 90 سنتي احنا فميش اللي نحب عليها بلاكا يحب الهضاء اما هيك اخي هيك 90 سنتي هيك هي هضي هنا هيك هذي 60 سنتي وهذي 90 سنتي مش في الأكحل ما يعجبني هذا في الأكحل حيد بركة هذا هضي مش بخمس ساعات شو هضي شو كيف بتدوش هذا ما يلقاز يعني مش بالكاز مش معنى مش بالكاز 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 والله انت هذا ما يشعل هو كمان تمسوش هذا انا نجم نحصله فيه ناخو حاجة هيك بيه يعني ضايب بمليون تقريب انا بالمروحة لازم ناخذه بالمروحة باش يعمل لي كل شيء بالبيه موتة يا ماما ممكن في ترفرفة مع البلاكيت هين في الماش سلمى إيجا ماما إيجا هذي عجبتني أعطيوني رأيكم فيها شوفوا هذي وين تحط الكيسين والصحنة وكل حقيقة كبيرة محل البلاصة متأكد قد هذي اللي خليتها ولا عادي معناها هذي 60 سنتي هي قالك ستوندار بس دي زيت 60 سنت فما هذي ماركة مش معروفة بلوم 300 لليل نزيد عليه 600 ونخو حاجة باهية إيطاليا قالك إيطاليا هذي المعروفة الباهية
هذا لا تفده سلمى الزكاه واحد.